السلام عليكم بالنسبة لليوم إن شاء الله نواصلو الشي اللي قمنا به البارح في الأمس كنا خدمنا إيجاد الوسيط في الحالة وين يكون عندنا عدد المعلومات فردي والحالة وين يكون عندنا عدد المعلومات زوجي اليوم إن شاء الله نحاول نكمل الشيء اللي بديناه في الأمس اللي هو إيجاد الوسيط في حالة معلومات منظمة في فئات في جدول كما هذا الجدول اللي راه امامكم احنا في هذه الحاله عندنا حتى هنا عندنا عندنا حالتين او مثالين الحاله وين يكون عندنا عدد المعلومات فردي والحاله وين يكون عندنا عدد المعلومات زوجي نبداو بالحاله الاولى في المثال الاول قالوا لنا لدينا جدول علامات بحيث عدد المعلومات تاعها فردي معناتها مجموعه التكرارات هو فردي مثال نمشيو نحسبوهم هنا عندنا أربعة نزيدو ثلاثة يرجع سبعة نزيدو له اثنان يرجع تسعة ونزيدو له ستة يلقى خمسة عشر معنتها هنا مجموع العلامات ولا عدد العلامات هو خمستاش العلامة منظمة في فئة معنتها كين علامات موجودة ما بين الصفر الخمسة أو العلامات موجودة ما بين من خمسة لعشرة عندنا علامات موجودة ما بين عمل عشرة لخمسطاش وعندنا فئة أخرى الأخيرة هي العلامات الموجودة من خمستاش العشرة هنا في هذه الحالة مش نشوفوا عدد الم... عدد عدد العلامات اللي هو خمستاش هنا الوسط تاع الوسط تاع تع... خمستاش هنا كنا في الأمس كنا عملنا في الحالة وين يكون عندنا فردين قلنا باللي نزيدوا له واحد معناتها هنا ناخد هنا خمسة عشر نزيد لها واحد نلقى قسمة اثنان نلقى هنا ستة عشر قسمة اثنان هنا نسميها الرتبة الرتبة معنتها هنا في هذه الحالة واسم مرا عندنا. عندنا العلامة الوسطى هي ذات الرتبة الثامنة هي اداة الرتبة الثامنة نمشي هنا نبدأ نبحث عن عن العلامة الثامنة هنا عندنا أربعة تكرارات مع أنت عندنا هنا أربعة علامات واحد اثنان ثلاثة أربعة هنا عندنا خامسة السادسة السابعة هنا الأولى الثانية الثالثة الرابعة هاود هنا بالنسبة نمشيو الفئة اللي ما لين بعدها ما وصلناش للثامنة عاود الخامسة سبعة السابعة الثامنة الثامنة موجودة هنا معناتها نمشي نشوف الفئة الخاصة بها اللي هي إكس محصور ما بين عشرة وخمسة عشر معناتها هنا هنا في هذه الحالة العلامة العلامة موجودة في الفئة إكس محصور ما بين عشرة وخمسة عشر نروح الان للحاله الثانيه الحاله الثانيه وين يكون عندنا عدد العلامات يكون زوجي باش نعرفوا هذا العدد العلامات نحسبه مجموعه التكرارات نلقاو هنا ثلاثة او الخمسة او الواحد او تعطينا اثنى كي نجمع ثلاثة مع خمسة تعطينا ثمانية نزيد لها الواحد تعطينا تسعة ونزيد لها ثلاثة تعطينا هنا نخرج الرتبتين موافقتين للعلامتين باش نوجد لهم المركز نخرج نكتب هنا 12 اكثر زوجي قسمة 2 وتعطينا هنا 6 قلنا هنا كي نخرجوا هذاك السته نرفدوه الرتبه تاعو الرتبه اللي, اللي من بعده معناتها ناخذ الرتبه السادسه والسابعة معنات العلامة ذات الرتبة السادسة والسابعة ونخدم لهم المركز نختار هنا ما ناخذ لا السادسة ولا السابعة ناخذ اللي بينهما اي ناخذ مركز مركز العلامتين ذات الرتبتين السادسة والسابعة هنا نمشي نشوف هنا نروح نشوف السادسة والسابعة اين هي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة السادسة راها موجودة في الفئة هذه والسابعة كذلك موجودة في نفس الفئة من هنا في هذه الحالة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السادسة راها موجودة في هذه الفئة والسابعة موجودة في نفس الفئة معناتها هنا إذا خدينا المركز تاعها المركز تاع تاع الاولى والثانيه نلقاو نفس الفئه ما تبدلش الفئه هي هي معناتها هنا ناخذ الفئه اكس محصور ما بين اكس محصور ما بين خمسة و عشر بهذه النتيجه كنا نقول ان انهينا كل الحالات انت الحاله وين يكون عندنا عدد المعلومات فردي الحالة وين يكون عندنا عدد المعلومات زوجي والحالة وين يكون عندنا المعلومات منظمة في فئات وفيها هي تنقسم إلى جزئين الحالة وين يكون عندنا عدد معلومات فردي والحالة وين يكون عندنا عدد المعلومات زوجي إن شاء الله ربي ينجحكم ويعاونكم وإذا كاين إضافات ولا 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 شيء حبيتو تفهموه ولا بعثوه لي وأنا نجاوبكم شكرا